برحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور. وموضوع ان احنا نزرع حاجة في البيت، وانا لازم يعني ابقى ساكن في مكان كبير وعندي جنينة في البيت عشان ان انا اقدر ازرع حاجة، ولا عادي ممكن اعمل ده في البلكونة او يبقى عندي حاجة من نباتات الظل ممكن تبقى جوه، حاجات كده مزهرة وفي حاجات ممكن استخدمها في البيت. يعني في ناس بتزرع الحاجات اللي هي زي الروزميري والحاجات اللي ممكن تستخدميها في المطبخ. تعالوا نشوف في فصل الصيف ومع درجات الحرارة العالية ايه الحاجات اللي ممكن تستحمل درجات الحرارة دي وممكن تخلي البيت شكله احلى، والنفسية طبعا بتبقى احلى من مع الزرع واللون الاخضر في البيت، وتبقى نباتات كمان مزهرة. بيسعدنا وشرفنا جدا دكتور شيرين فيليب رئيس قسم مركز البحوث الزراعية. صباح الفل يا دكتور. صباح كل الفل. سنة وانتي طيبة وبخير. كل سنة وحضرتك طيبين وكل الجمهور يا ستي فيه بخير. نورانا يا دكتور. اهلا بك جدا. عايزة ابتدي مع حضرتك في البداية، هل وانا بزرع في فترة الربيع والصيف غير الشتاء، يعني ان هو انا نبات ينفع او في نبات بيبقى دايم طول السنة، يعني فكرة الذكاء في اختيار النبات اللي حضرتك هتقول لنا عليه النهاردة؟ هو حضرتك طبعا النباتات موسميه، يعني في نباتات طبعا احنا في الصيف فصل الربيع ده الازهار كلها حضرتك حتى بتلاقيها في الشوارع بقت صحيح. بتدي الوان جميله وبتضفي جمال على الطبيعه، لكن في نباتات معمره بتشتغل طول السنه، وفي نباتات بتشتغل في الشتاء بس، وفي نباتات بتبقى في الصيف بس. لكن في الصيف في الربيع احنا غالبيه كل النباتات بتبقى ليها مزهره، لكن في نبات حضرتك هي مثلا زي الزعتر ده معمر مع حضرتك، المرمريه بيشتغل طول السنه يعني بيتحمل كل الظروف الباقيه فبيشتغل صيف وشتاء، نبات معمر. فهي النباتات عموما بصفه عامه يعني حتى لا اما بتكون نباتات موسميه صيفيه او شتويه او نبات معمره بتشتغل طول السنه. طب دكتور احنا يعني مش كل الناس عندها خبره الاهتمام والعنايه بالزرع، يعني حتى لما بنشتري حاجه جاهزه عشان تدي شكل في البيت او حاجه ما بعرفش ان انا اهتم بيها، وغالبا حاجات بتموت واقول اصل هي حصل لها كده ليه. فايه الحاجات اللي ممكن ما تحتاجش خبره كبيره قوي او يعني اهتمام اللي هو الكبير اعرف اتعامل معاها في البيت؟ وبس حضرتك الزرع في البيت ده حاجه جميله جدا أكيد. كلنا عارفين ان النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون وبيدي اكسجين، فالبيت اللي بيبقى فيه زرع بتلاقيه الطاقه بتاعته كمان ايجابيه، والهواء فيه نقي لان هو بينقي الهواء من نفسه. يعني انا في حاجات انا بزرعها، بس هي اي حاجه في الدنيا عايزه رعايه، فلو انا رعيت النبات اللي انا جايباه مش هتبقى عنده مشكله او مش هيموت. يعني اخري انا بقى احط له شويه ميه، ولا في حاجات بتبقى محتاجه حد فاهم يعني؟ ما انا اقول لحضرتك عناية كده اولا معينة. انت لازم تكوني في برضو حاجات هنا في الشعب المصري، ان في ناس كتير قوي بتمشي في الشارع ما قلت لهويه بتبقى مقطعه فروع بتبيعها، الناس بتشتريها هي بعد ملهاش جذور فهي بعد فتره هتموت. تمام. ودي غش تجاري، فعشان انت لازم نكون مثلا عارفين، فاحنا بنجيب نبات من مصدر من مشتل من حد احنا عارفينه. طيب النبات لما يجي عندي البيت انا برعيه طبعا بميه، وفي حاجات كتيره قوي ممكن اعمل استغلها من البيت ان انا اغذيه كسماد وفي نفس الوقت هي وسط في البيت. زي ايه؟ يعني مثلا احنا بناكل كلنا موز، والموز ده كتير جدا في شهر يعني في الصيف. احنا ممكن من الموز ده نعمل سماد طبيعي. ازاي بقى حضرتك؟ احنا عندنا طريقين ممكن نعمل بالموز ده سماد طبيعي، اما ان انا اجيب القشر الموز ده القشر وبقطعه وبحطه في ازازه ميه كبيره او جاركن او اي حاجه كبيره يعني بتبقى ميه كتير عليه، وبسيبه 15 يوم. الموز غني بالبوتاسيوم، الميه دي بعد كده بروي بيها النباتات، دي بتبقى غنيه جدا ان انا بدل النبات سماد وفي نفس الوقت سماد طبيعي، بعمل ريسايكلينج الحاجه كانت ويست عندي في البيت وبتدي تغذيه للنبات. سهله ومش مكلفه. ما فيهاش اي حاجه، انت هتقطعيه زي ما بتقطعي بصل كده. القشر. القشر مش الموز، لا الموز احنا هناكله. احنا هنقطع القشر. عارفه ان حضرتك الموز في الحبشه بيتعمل منه عيش. يعني الرهبان في الاديوره هناك عشان الدنيا فقره يعني ما فيهاش حاجه زينا خالص. فبيعملوا منه عيش، يعني يبقى هو ده الاكل، يعني حتى ما فيش غموز، يعني يبقى هو ده الأكل. المصدر الاساسي. ايوه ده في الدول الفقيره كمان افريقيا بيعملوا الكثافة. يعني يعني هو تقريبا كل ربنا بيدبر لكل حد صحيح. في اطار الحاجه اللي متوفره له. طب بيقولوا قشر البيض ده صح؟ كل حاجه صح ولا غلط؟ حضرتك هي كل ماده غذائيه هي من اصل عناصر، احنا النبات بيبقى محتاج عناصر صغرى وعناصر كبرى. عشان كده اغلبيه السماد لما يقول لك ان بي كي ده اللي هي العناصر الصغرى والكبرى الحاجات اللي بيحتاجها النبات. طب انا وانا عندي نبات انا ممكن استخدم سماد ما اشتريلوش سماد؟ انا ممكن اعمل السماد من حاجه عندي من البيت، زي ما بحرك قش الموز لو انا عايزه احطه في الميه، او لو انا عايزه اجففه
يعني اسيبه يجف في الشمس، عندي بلكونه اسيبه في الشمس فتره يجف، اللي هو القشر المزبر، قشر الموز واطحنه واضيفه للتربه. دي برضو فكره حلوه، ده بالعكس ده كده هيقعد معاك فتره كبيره جدا. هيمتص، وهو الموز على فكره حتى اللي هو بالميه دي بعد ما تسيبيه 15 يوم انت بتكبي ميه وترجعي تكبي ميه تاني. يعني بتسيبيه اكتر، يعني بتاخديه مش مره وبترميه، يعني بتستفيدي بيه لغايه ما تخلصي. يعني 15 يوم اخد الميه احطها في الزرع واحط لنفس القشر احط له ميه تاني. مش قادر تحوش ميه، فكره ان انا نشف القشر ده حاجه كويسه جدا. او التكفيف، ما هي بطريقتين، يا اما التكفيف التكفيف للنبات، وطبعا احنا مصر مشهورين بالشمس. احنا ممكن نستغل دي في حاجات كتير. صحيح. يعني نجفف نعناع، واحنا اوريدي بنعمل كده، يعني في بيوتنا كان زمان بتجيب النعناع والملوخيه اي ورقيات وبتجففيها، بتستغل طاقة الشمس دي. قشر بقى اي حاجه، قشر رمان، قشر برتقان، والحاجات دي بتستغل بان انا بجففها وبطحنها، بتدي للنبات يعني فايده. يعني كل قشر يفيد مني فواكه او حاجه كده، ممكن اجففه واعمله كله مع بعض. طبعا ده اكتر من كده، ده في ناس بتعمل قشر رمان دي مربات، هو قشر بس هو غني بمواد غذائيه، فيتامين سي، والقشر كمان وفي زيوت طياره. فده مفيد، يعني مفيد للانسان مش للنبات بس. حلو، دي فكره جميله. في حاجات كمان، يعني عايزه اقول لك الشاي اللي انت بتشربه ده، في بواقي الشاي، بواقي الشاي دي جمعيها بدل ما ترميها، وانت حضرتك حطي عليها ميه، والميه دي سيبيها فتره نقعيها فتنزل كل اللي في الشاي. وباسفنجه، انا عندي نباتات في البيت فباسفنجه بنضف بقى بالميه دي، اسفنجه صغننه، وبنضف ورق النبات منها، ان انا بنضف ورق النبات فانا بعمل له حمايه، لان مش هتيجي عليه اي حشره، مش هيجي عليه اي حاجه، مش هيجي عليه اي افه، وفي نفس الوقت انا بديله تغذيه مباشره للورقه. طب البن يمشي؟ يعني الشاي، البن، كل الحاجات دي الشاي بتغذي النبات. طبعا الشاي ده يعني غني بحاجات كتيره جدا، حتى الشاي نفسه. والبن يعني اخد انا البن، البن ده مفيد للانسان، احنا بناخد البن بنعمله ماسكات يعني، فهو مفيد للنبات. يعني اي حاجه حضرتك، يعني انا اتبقى معايا القهوه، البن اللي فاضل ده بدل ما ارميه في الزباله ممكن ارميه في الزرع. طبعا ممكن تفيد بيه التربه. طب ده برده فكره رائعه جدا. والشاي برده ممكن تفيد بيه التربه، والميه تستخدمها في نظافه الورق. لو حضرتك عندك نباتات ظل في البيت زي الدفنبخيه او الخضره الصينيه او الحاجات دي بتبقى اوراقها عريضه، فانت حضرتك محتاج انك انت تنظفها عشان ما يجيش عليها افات حشريه. بننظف، بنجيب البتاع اللي بترش ميه دي، الاوتومايزر، وترش ميه ما هو عارف حضرتك بقى دي في الميه، الاوتومايزر دي الميه اللي هي منقوع الشاي. منقوع الشاي، طب دي فكره رائعه يعني. بتغذي النبات تغذيه مباشره، لان الورقه دي حضرتك لما بتحب تدي تغذيه النبات وترش على الورق، يعني رش ورقي، ده تغذيه مباشره للنبات. فدي مفيده جدا، وبحاجه كتويست عندك يعني. صحيح. وفي نفس الوقت ما بتلجاش انك انت تستخدم يعني الشاي والموز، ده انتي اوكسيدنت، ده الموز اصلا في حد ذاته مضادات اكسده للامراض، يعني ده بيقاوم الامراض في النبات. فانت كده حضرتك بتغذي، بتدي مقاومه، مش محتاج تستخدم طبعا مبيدات. بالتالي احنا ما ينفعش اصلا نستخدم مبيدات في النباتات احنا عايشين معاها، يعني المبيد ده بيبقى تلوث، لكن انت النبات في البيت مش هتنضفيه بمبيد يعني. احنا بنقول يا ريت نعمل كده بره في البيت. دي دعوه على فكره، دي انا متبنياها بقالي سنين في الشغل، ان يا جماعه المبيدات دي ليها خطوره، وان دي ليها يعني متبقيات في التربه بتقعد وبتاثر على الصحه العامه، بترجع بناكلها وبنستخدمها فبتدخل جسمنا يعني. بتدخل، ما فيش حد يقولك انا برش، وبتعمل مشاكل كتيره جدا في كل حاجه في الصيف، وخاصه في الصيف يعني. ومن الحاجات دايما اللي تعمل مشاكل مثلا الخوخ، هما بيرشوه علشان يبقى احمر يجمعوه والناس تاكلوه، ده في منتهى الخطوره. عشان كده بيقولوا لنا الخوخ بالذات يعني لازم يتغسل بخل او يتنقع بخل، يتغسل ويتنقع. ولو حضرتك عندك اطفال او كبار سن، يفضل ان حضرتك، انا بشتري خوخ النهارده انا مش هاكله النهارده، هسيبه وهغسله زي ما حضرتك بتقول كده. هو اي حاجه خضروات يفضل انك انت تضيف ليها خل، لان خل ده يعني انتي بكتيريال يعني، مطهر. تسيبه قد ايه في الخل؟ تسيبيه 10 15 دقيقه، يعني حاجات بسيطه يعني، مش مجرد كتير. وانا بشطفه وخلاص، لا تسيبه فيه شويه فتره كده يعني، في حاجات تسيبيه دقيقتين ثلاثه طبعا، لان المشكله اللي بتعمل نزلات معويه في البطيخ هي القشره. القشر ما هو انا يعني لما نيجي نقطعها بالسكينه، السكينه هي اللي بتاخد الحاجات اللي على القشره فبتدخل جوه، ولا ايه؟ ولا الرش هو وصل للبطيخ؟ هو انا عايزه برضه اقول لحضرتك في حاجات اللي بيبقى عايز اللي يبيع بيرش مثلا عشان تدي لون احمر فيجمع ويجني، وحضرتك تخليها عندك تاخدها يعني تاكلها علشان تشتريها. يفضل بقى ان حضرتك انك انت بتسيب الحاجه دي في البيت، يعني انا هشتري النهارده خوخ بس مش هاكله النهارده، هاكله كمان 3 4 ايام. ليه 3 4 ايام؟ مش هيبوظ؟ لا مش هيبوظ، انت حطه في الثلاجه، ما
مفيش حاجه بتبوظ برضه ما بيبقاش زي ما اشتريناه. هو انا عايزه اقول لحضرتك ليه في الخوخ، ليه في الحاجات اللي احنا بنجيب حاجه ساعات بناكلها قبل ما نروح البيت يعني. ما هو بص اقول لحضرتك على حاجه، هي دي جانب وقائي لو انت ضامن ان الناس اللي انت جايب منهم ان هم مش محدش ضامن حاجه. لا لا خالص. لكن لما انت ترش مبيد ليه احنا بنقول كده؟ عشان حضرتك لما بترش مبيد بيتن ليه متبقيات، في حاجه اسمها الهاف لايف بتاع المبيد او عمره يعني فتره النص اللي هو تتكسر عليه الماده الكيماويه. فانا لما بسيبه عندي في التلاجة يومين ثلاثه فانا بساعد ان تركيز المبيد اللي ترش يبتدي تتكسر، نوصل لفتره عمر النص الهاف لايف بتاعه، فبالتالي تاثيره ما بقاش يعني ضار على الناس. بس اشيله في التلاجة يومين ثلاثه وهو مغسول بعد ما حطيته في ميه وخل وبعدين حضرتك أشيل. ايوه ده لازم. انت حضرتك اي فاكهه بتجيبيها عليها حمل ميكروبي من التداول، يعني انت في السوق بتشتريها غيرك مسك نقى دي عليها بتعمل حمل ميكروبي على الثمرة عموما. فمفترض حضرتك اول ما بتدخليها البيت انك انت بتحاولي تزيلي الحمل الميكروبي ده، انك انت بتغسليها كويس، انك بتحطي لها خل شويه، فبالتالي قللت الحمل الميكروبي. بعد كده حضرتك بتجففيها وتشريها. دي مش في كل الحاجات يعني، دي انا بقول في الحاجات اللي هي بتبقى زي الخوخ زي البطيخ عشان ما يعملش اسهالات. دي اكتر حاجتين في الصيف بيعملوا وخاصه مع الاطفال او كبار السن. يعني ممكن الناس العاديين الادلت العاديين دي مش هتاثر فيهم، يعني حضرتك هتاكل مش هتحس ان ايه بيها، لكن لو طفل هتعمل له مشكله، حد كبير في السن في البيت هتعمل له مشكله. لما حد بيشبط في واحده وانت مشتري حاجه، في ناس انا بشوف ده بيروح شاطفها من ازازه ميه معاه في العربيه وفي الشارع كده بايده ويديها للحاجه دي في منتهى الخطوره بقى. ما دي توعيه ام، احنا عايزين توعيه لكل الامهات. العنب برضو من العنب خلاص الموسم بتاعه جاي، بيبقى بنحس كده ان عليه طبقه كده، حتى لما بنغسله تحت الميه بنحس ان هي ما بتتشلش، نعمل ايه طيب؟ لا هو حضرتك انت لو غسلت غسل جيد يعني ميه العنب بالزيت، يعني اغسله عنبايه عنبايه؟ لا مش عنبايه عنبايه، بتتحط في طبق صح؟ اتغسل اكتر من مره. لا لا انا بنفصصه ونحطه في طبق ده صح؟ عشان يتغسل كويس. بقى براحتك اي، عشان احنا ناس بتحب تدي العنقود شكله وشكله. لا بتكلم عشان غسيله، هل دي طريقه افضل للغسيل عشان الميه او الخل؟ لا احنا نحب نمسكه كده. بصي في ناس بتحب تمسكه عنقود، نمسك طب احنا عايزين لو ما مسكناش عنقود العنب نحس ان في مشكله. انا مش ما قصدتش طريقه الاكل خالص. لا 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 الفكره انا عايز اقول لك ان حتى اللي بيبقى فيه يعني احيانا البيع بيبقى عنده العنب متفرط اللي هو من نتيجه التداول ده بيبقى سعره رخيص. هي حضرتك العنب بالذات لازم تغسله اكتر من مره، تعرضه للميه اكتر من مره. نسيبه مثلا منقوع في ميه 10 دقائق ولا حاجه؟ نسيبه منقوع تغسله مرتين ثلاثه، دش الميه لما بتنزل اندفاع الميه دي هتنضفه. أيوة. هي بيبقى عليها في نوعيات بيبقى عليها زي طبقه كده يعني بودره شمعيه كده شمعيه مش عايز تشال. لا هي هتنضف، بس حضرتك لو غسلته اكتر من مره تحت اندفاع الميه وبعدين سيبته كده يعني خمس دقائق العنب ما بتزودش عليه في رشه خل وخلي نسبه قليله مش كتيره يعني لان الميه لو سبته كتير هيتخمر العنب بالزيت. فخلاص حضرتك كده بيبقى يعني ايه اكتر من مره، بس هو غسيله محتاج كميه ميه كتير. ونغسل على قد الكميه اللي هناكلها مش نغسل الحاجه كلها صح؟ وانت حضرتك لو انت بتغسل يعني انت جبت هتاخد مثلا قولين ثلاثه هتغسلهم، كل ما الكميه كانت قليله والميه نزلت عليها كتير كل ما الميه هيتغلى يعني هيوصل لكل حبايه فيه. وطبيعه الحال بطبيعه الحال حضرتك وانت بتاكل كده كده بتمسك العنبيه ايديك بتمسحها لوحدها يعني. لا ما بنلحقش. لا يعني انت بتمسك تحط احنا دخلنا في حته هو اسحاق عايز يعملها كده تنزل تنزل مره واحده مزاج. طب انا عايز ارجع معاكي لموضوع الزرع بتاع في البيت والنباتات. في حاجات بنحطها في البلكونه وفي حاجات بنحطها جوه الشقه، وساعات ما بقاش عندنا الخبره ان دي لو احنا حطيناها جوه البيت هتموت، لازم تبقى بره متعرضه للشمس. يعني برضو حاجه ترشحي لنا ايه او تدينا فكره ازاي اختار اللي جوه واللي بره، وده ينفع ويعيش في الظل وده في الشمس. هو حضرتك في زي ما حضرتك قلتي كده في نباتات ظل زي الدفنبخيه، احنا كلنا مشهورين ان احنا بنشيلها، اللي هي الخضره الصينيه دي بتبقى ورقها عريض، البوتاسات دي بتبقى نبات ظل اصلا. لو حضرتك ما عندكيش خبره وانت بتشتري نبات، يعني احنا ممكن نشتري الدفنبخيه، الخضره الصينيه، نبات التنين اللي هو بينمو زي الشجريات كده بتبقى في البيت، دي نباتات ظل يعني هي اصلا بتنمو في كميه تعرض على كميه للشمس، يعني ممكن تنمو من غير تعرض مباشر للشمس. انا دي من النباتات الجميله طبعا اللي بترشح انها تبقى في البيوت. بس نباتات الظل لو تعرضت للشمس ببوظه مش محبب ليها، لان هي اصلا طبيعتها انها انها بيسموها نباتات ظل، يعني لازم تبقى في ظل، وهي اصلا مخصصه انها تبقى داخل البيت. طب لما بيبقى عندنا ورد ويجي عليه الشمس بيدبل ويقع
الورد كشجره ورد بلدي مثلا، ورد بلدي حضرتك زارعها ولا انت حاططها في فواز ومستمتع بيها؟ لا الورد البلدي وهو مزروع في التربه ووقت ازهاره، لا مش ما هو محتاج شمس، ده الورد البلدي بيتزرع في اوبن اريا، مش نبات ظل يعني. انا فاهم بس ساعات بيقع يعني، ده دي بقى حضرتك تقع. الورقه بتقعد ليها عمر، الورد البلدي انك انت بتقطفها يعني؟ بتطلع غيرها، فانت لو انت العمر بتاعها دي ما قطفتهاش خلاله هتلاقي ابتدت البتلات بتاعتها تقع وما تبقاش، ودي ممكن تستفيد بقى بالبتلات دي، يعني البتلات اللي تقع دي حضرتك ممكن تجمعها. أيه. بتستخدم بقى في العطور، صناعه عطور، لان الورد البلدي بيستخرج منه عطور يعني. تجففها في العطور، تجففها في انك انت تحطها كاشكال بتدي ريحه في البيت، بتتحط في فاز كده كديكورات يعني ولا حاجة. زي الحاجات دي مفيده، دي بتتباع بارقام غاليه لما تتجفف كمان. وبتلاقيها في ديزاين البيوت بيحطوها في زي فاز كده بيدي ريحه كويسه، بتطحن وتتعامل منها زيوت وعطور، تدخل في صناعه العطور، تدخل في صناعه الصابون اللي هو التجميلي الشاور جيل. الزيت ده ممكن نطلعه في البيت ولا ده لازم مصنع ولازم؟ لا 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 طبعا، في ممكن تطلع الزيوت، تعمل استخلاص زيوت على قدك في البيت من خلال ازاي يعني بقى نعمل حاجه على قد، مش للبيع والشراء يعني، مجرد بس ان انا استخدام شخصي اعملها فواحه مثلا في البيت، يبقى انا هجفف الورديه. هو حضرتك اللي بيستعمل استخلاص للزيوت العطريه انك حضرتك بتحطي كحول ايثانول، كحول يعني الكحول ده بيتطاير، بس هو بعد ما يعني انت الغرض من الكحول ان هو بينزل الماده او الزيوت بعد ما العطريه. لا لا، لو انت حضرتك عايز تستخلص نبات من النبات نفسه، زيت اعمل ايه؟ او حتى من قشر ليمون يعني، انت ما في اللي هو ريحه الليمون دي بتبقى ريحه كويسه. اللافندر دي من النباتات الجميله اللي ممكن تزرعيها في البلكون بتاعتك او على الشباك، الوانها جميله وريحتها بتدي راحه واسترخاء، تساعد على النوم وحاجات كده، بتديكي نوم هادئ. أيه. ومفيده جدا في كزيوت عطريه. ومفيده شكلها لان الزهره بتاعتها بتبقى لونها بنفسك كده، فبتدي راحه وجمال واضاءه يعني، بتدي فيو حلو قوي للبيت. فانت حضرتك لو انت محتاج بتجمع الاوراق دي بتحطها في كحول الاسينول، بتنقعها في الاسينول ده ربع ساعة. الاسينول بيؤدي انك انت بترصب الزيوت العطريه، بيخرج الزيوت العطريه من الورق. كده كده الاسينول بيطير لو عرضته لاي سطح حراره ويبقى عند حضرتك الزيت. تمام. دي طريقه استخلاص سهله جدا للزيوت. حلوة في الفكرة البيت دي. يعني انا بشكر حضرتك جدا دكتوره شيرين فيليب، رئيس قسم مركز البحوث الزراعيه، نورتينا جدا، بشكرك. ميرسي جدا لحضرتك، ميرسي جدا. نورتي يا دكتور، صباح الفل عليك، شكرا لوجودك معانا. الله يخليكي، ميرسي خالص. نخرج دلوقتي مع حضراتكم لفاصل ونرجع نتقابل مع شركه ايجل جروب ونتكلم اكتر عن الاستثمار العقاري.